وانا انسانه صريحه مع نفسي، انا ما نصلحش للزواج مع مغربي. هنا في المغرب كتزوجي الراجل، كتزوجي عائلته، كتزوجي المجتمع، كتزوجي التقاليد، كتزوجي العادات. انا ما نصلحش لهذا الشيء. انا يعني امراه مبدعه، بغيت ندير سينما، ديما في مهرجانات، ديما مسافره. جو سوي با بريت باش نكون مسدوده في دار ونطيب فطور غدا عشاء. جو سوي با ني بور سا. ما كنحسش براسي ممكن نكون زوجه وام وداكشي.